من المباريات المنتظرة لمشاهدة وليد الركراكي أمام الزامبيين أمام الرصاصات النحاسية إلى أرضية الملعب. عز الدين راح بينية يوسف راح ركلة جزاء. نعم يا سادة ركلة جزاء للأسود. أول كورة أول انطلاقة أول ضربة أول لعبة أول لمسة. عز الدين يا عز الدين حتى أناحي ليوسف يوسف نصيري تعيد ضربة حكيم أمام مولينكا حكيم حتى جول 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 أول للأسود. حكيم زياش يسجل أولا 1-0 لأسود الأطلس في مرمى الرصاصات النحاسية وفرحة المدرجات هنا في أدرار 1-0 لثعالب الصحراء 2-1. لذلك لا بد من الحد لأنه هذه التصفيات صعبة فيها الكثير من المباريات رغم أن المنتخب المغربي محظوظ بانسحاب أريتي أول يحافظ على الكرة يحيى والإضافة لكن الدفاع يدو لقبا من الأميرة السمراء. هذه الكرة من زياش بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب كاس حتى حكيم زياش خطيرة حكيم زياش مرة الدفاع موجود يحط الكرة لوحده ممكن يمر هرب راح أرضية الركنية قادمة سند هنا لكن الكرة تبقى مع الانطلاق مع كامبامبا كيلفين على وكيل فين كامبامبا في تشكيلة المنتخب المغربي عند الدقيقة 20 هنا العرضية هو الحال على اليسار قلب الدفاع يتحرك في كل مكان رأسية سايس والكرة هاوس شحيحة لكن السيطرة والاستحواذ حاضر سجل الهدف الأول. الكرة تلعب إلى الجهة اليسرى كانكوا يلعب الكرة الطويلة لكن رومان سايس موجود الليدر ياس يستعد للكرة القادمة 24 عام للقصير ولا العرضية يوسف بالراس معركة الرؤوس والصافرة تأتي من أسبيا مع انطلاق بانتا الضغط من منتصف الملعب من العزوزي والصافرة تأتي من حكم المباراة الجهة اليمنى ملعوبة عرضية الرأسية لكن أشرف حكيمي وصلت بينية في العمقات خطيرة حذاري من ذاك حذاري بونو بونو يا بونو ياسين بونو بدور المدافعين يحافظ على الكرة وصلت العرضية هنا الرأسية لا راحت وضاعت ركلة مرمى لمنتخب سام سليم الياس الياس يهرب ينطلق لوحده على اليسار والحكم كان قريب والخطأ لمصلحة المنتخب المغربي أول الكروت الصفراء فيبن يسدد من هذا المكان مررها لزياش قوية لحكيمي تاكا التاكا خطير جدا حذاري من هذا التاكا قوية إلى خارج أرضية الملعب كرة ضاعت ونتمنى أن تضيع كل الكرات إيمانويل بانت كانكاوا مصند الآخر التاكا وبانتا بداية الشوط الثاني والزامبيين يحيى لم نراه بشكل كبير العزوزي راح مر من الأول يمرر الكرة الدفاع موجود والكرة لعبها الدفاع يبعدها تتحول من جديد على اليمين يحافظ عليها يراوغ ركنه المنتخب المغربي في القائم الأول خطيرة تضرب القائم وتعود وتبقى لمصلحة المغرب في الجهة اليسرى يحيى عضل بثمان مشاركات هنا العرضية هنا الرأسية من الركنية الدفاع بينية في العمق السرعة ليحيى والصافرة للمغرب في مكان قريب كرة ثابتة قادمة على خط ال 18 يا يحيى يا عطي انتظر هذه كرة بالصغير الراسية من أكارد الكرة تعود إلى أناحي أناحي إلى زياش زياش يرجعها والحارس عود من جديد على اليمين بينية يحيى موجود والدفاع يتدخل محللي كرة القدم المعلقين لكن بعد حكيم زياش ممكن يمر لوحده عرضية عرضية والدفاع يتدخل أشرف حكيمي حكيم زياش يحافظ على الكرة شوف العرضية رأسية نصيري منتخب الزامبي تصل بشكل ممتاز يا سلام على التمويه ولا إبراهيم فياز الله 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 لم تكتمل مرة أخرى يا دياز متى ستسجل بقميص المغرب صحيح أن المباريات لم تكن كثيرة لكن مثل هذه اللقطات ومثل هذه الصور الكرة تعود إلى رومان سايس بالرأس يعيدها حكيم زياش يعتبر من اللاعبين المميزين تاريخيا في الولتو نجحت هذه المرة وصلت اقتربت الله نعم يا سادة اقتربت هذه المرة الفتى الذهبي النجم الصغير الياس بن صغير يسجل الثاني لمسات لعبات تمريرات وتيكيتاكا مغربي دياز 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 حتى بن صغير واللمسة بن صغير يمر من الأول يحاول التسديدة قوية 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 لكن شوف الثقة اللي عند اللاعب شوف المملكة هنا في أكادير هنا في بوابة سوس العالمة الكرة تعود من شديد
الكارت الأصفر يا حسابي منتخب الكوت ديفوار. بينما الكرة تلعب، الكرة تلعب إلى اليسار، هذه خطيرة، مرتدة سريعة، نايف أغاردو باقي الرفاق يستعيد الذي قاد زامبيا لتحقيق اللقب الوحيد. كرة خطيرة رأسية، أوي أوي أوي، احنا نعيد تاريخهم، نعيد ارشيفهم، نحمسهم بالتاريخ ويهددون مرمانا. تيم باندي، ام باندي، شوف السرعة من الخطير، شيلوفيا قوية في المرمى، قوية في المرمى، زامبيا تعود عن طريق بديلها، البديل شيلوفيا يسرق الأنظار ويسجل الأول بطريقة عجيبة وغريبة، بلمسة وانطلاقة خلف المدافعين وفي مرمى ياسين بونو. المنتخب الزار لمصلحة المنتخب المغربي، هذه خطيرة، يا سلام يا إبراهيم، إبراهيم دياز، إبراهيم دياز الثالثة لم تكن ثابتة يا إبراهيم، إبراهيم دياز كاد أن يمر بين المدافعين في اللقطة الماضية لكن ضاعت، راحت من المنتخب المغربي. فرصة جميلة، فرصة كانت قريبة جدا للمنتخب المغربي. شوفوا اللقطة، كعبي سفيان في أول كرة، سفيان والدفع موجود، لا تسديدة لسفيان رحيمي، الحكم يقول العد. فرصة خطيرة، أول كرة ممكن أشوف رحيمي يستلمها داخل منطقة الجزاء، لم تصله الكرات كثيرة. سفيان رحيمي اللي كان في هذه اللقطة في احتكاك بينه وبين أمبانتي،